يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا، يتجدد لقاءنا معاكم في برنامج مساء الخير بمواضيعنا المختلفة اللي تهم الفرد والمجتمع بشكل عام. مساء الخير يا أسماء. مساء النور عصام. شلون العيد؟ والله العيد كان راحة واستجمام، أبدا ما طلعت. مشاهدينا خلونا ننطلق معاكم في حلقة اليوم وبنبتديها مع فقرة ترند. شنو الترند اليوم عصام؟ الترند اليوم خبرين، خبر لا علاقة في البحرين طبعا وشيء مشرف، والخبر الثاني لا علاقة بالشقيقة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا هذه يمسنا ويشرفنا حقيقة. أكيد. نعم إن شاء الله نتوكل على الله. إلى ترند. مع ترند البحرين تحصل جائزة أفضل مكتب لشؤون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444 هجرية ضمن جائزة لبيتهم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جائزة لبيتهم تصدر عن وزارة الحج والعمرة وتستهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات لزيادة مستوى كفاءة وجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والبحرين، لله الحمد والمنة، متميزة دائما في هذا الجانب. أما الخبر الثاني مشاهدينا، تفاعل أكثر من 250 ألف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مع خبر استعادة شرطة دبي لساعة ثمينة تبلغ قيمتها 68 ألف درهم سقطت من سائح بريطاني في البحر. طبعا بالتأكيد فرحة السائح لا توصف، وهو درس يدفع لزيادة الحرص على الأشياء الثمينة الخاصة بنا والمهمة أيضا بغض النظر عن سعرها. يعني لو أنت مكانه وضيعتي شيء مثلا في البحر قيمته 6000 دينار 7000 دينار تقولين يلا قدر الله ما شاء فعل، ولا بتفكرين أن أنت تتصلين في الجهات المعنية الرسمية؟ أحس بحاول بسوي كل المحاولات. ممكن تنطي؟ ممكن. كفو. مشاهدينا المغامر البحريني اللي معانا اليوم أنهى مغامرته الانفرادية الأولى في عالم المغامرات وتسلق الجبال، وفيها المغامرة بالتحديد قدر أنه يتسلق قمة جبل لابوتشي ورفع علم مملكة البحرين على ارتفاع 6119 متر، وهالجبل يقع على أعلى القمم الجبلية ضمن سلسلة جبال الهيمالايا في النيبال. بطلنا رغم صغر سنه إلا أنه حب أنه يدخل عالم المغامرات وبالتحديد تسلق الجبال. تفاصيل أكثر في هالتقرير. رغم صغر سنه إلا أنه عشق المغامرة الخطيرة. البطل البحريني الناشئ علي أحمد شكيب خاض أول رحلة في حياته بعمر 6 سنوات، وكانت رحلة سفاري لجبال ألبرز مع والده وشقيقه، ومضت بعدها سنوات واستمر بخوض مغامراته المتنوعة إلى أن وصل لعشق تسلق الجبال. في سن 15 تسلق البطل علي قاعدة سفح جبل إيفرست 5364 متر ل3 مرات، وكانت تلك تجربته الأولى في المجال. السلام عليكم. هلا ونمستي. I am Ali Shakib, 16 years old. Today is the 15th of June 2023. I'm here on top of Lubuchi East with my brothers Dawa Sherpa and Manish. على ارتفاع 6229 متر، والذي يعتبر من أعلى القمم الجبلية ضمن سلسلة جبال الهيمالايا في نيبال، ليرفع علم مملكة البحرين عاليا بحبه للمغامرة وبطموحه الذي لا ينقطع.
طبعا احنا مشاهدين فخورين وايد بقدرات شبابنا البحريني، ومنهم المبدع علي شكيب ومغامراته في هذا السن الصغير. بطلنا علي شكيب، حياك الله، نورتنا. الله يحييك، نور، شرفنا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نمسي عليكم بالخير. حياك الله. نشكركم على الاستضافه، وان شاء الله ان شاء الله بيكون لقاء ممتع ان شاء الله، ونقدم من خلال هذا اللقاء نموذج و يعني ملهم اكيد للشباب البحريني. يعني جبال ايفرست معروفه طبعا، هذا الجبل لوبوتشي. لوبوتشي، نعم. لوبوتشي، صح؟ صح، بالقرب من طبعا، او احد هو يعني سلسله الجبال التابعه لقمه ايفرست. اي طبعا، الهيمالايا سلسله جبال تمتد على التبت والصين وباكستان ونيبال، فجبل لوبوتشي هو يعني جبل غريب جدا من جبل ايفرست اللي هو قمه العالم. وفي مقاطعه كومبو، في مقاطعه كومبو. وشوف لك احنا التسلق الجبل، كلمنا عن هالتجربه هذه. طبعا انا من صغري عندي شغف في تسلق الجبال ومهووس بهالرياضه، بحكم اني كبرت انا واخوي حمد واحنا نطالع ابونا يتسلق. ها الوالد الجبال. كان يتسلق. إيه الوالد اكثر من 35 مره متسلق في جبال الهيمالايا، واكثر من 30 سنه. ف يعني كبرنا وكبر الحب لهالرياضه ويانا، وكنت دائما يعني اقرا وابحث واحاول يعني قد ما اقدر اجمع معلومات عن هالرياضه، وشنو الاستعدادات وشنو الصعوبات والى اخره. فالحمد لله يعني قدرت ناخوض اول تجربه لي في جبال الهيمالايا قبل سنتين عمر 14 سنه. جميل. هي مو أول تجربة لك مثل ما ذكرت، لكن هالمرة التجربة كانت مختلفة، التجربة انفرادية. كلمنا عن الفروقات بين التجربتين. طبعا أكيد في فروق كثيرة، فرق لما أكون مع الوالد وأخوي، والوالد يتصرف في كل الأمور، وخاصة الأمور يعني مثلا الفلوس وكل هالأمور. نعم. أبوي اللي يتصرف، لكن هالمرة كنت بروحي وفي نيبال يعني، فكان كل شيء تحت مسؤوليتي، أي قرار أخذه، أي تصرف، أي خطأ، كله من مسؤوليتي. حلو. دعموك في هذه الرحلة، أنت رايح بروحك طبعاً. أي نعم. الوالدة الله يحفظها طبعاً، وجه لها تحية. هي في رحلة علاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل بإذن الله. الوالدة وقلب الأم، وانت رايح تتسلق وفي منطقه يعني مقطوعه وكذا، هل الوالده تحديدا داعمه لك؟ هي اكيد الوالد داعم بحكم طبعا هو الشغف اللي عنده. هي ما فيها لها شيء، بس يعني لازم داعمه تكون على اي حال يعني. فطبعا عائلتي كلها من يوم احنا صغار، مو بس انا، سواء انا واختي واخوي، دائما اي احد بيخوض تجربه دائما نلاقي الاهل دائما داعمين لنا ويشجعونا، و الحمد لله يعني. الحمد لله. حلو، ذكرت ان الوالد هو سبب حبك لهالمغامرات. نعم. وهالرياضه بالتحديد. صح. شنو الشيء اللي تشوفه في نفسك وتقول ان هذه الشغله اللي موجوده داخلي هي اللي مشجعتني ان انا اقدم واعطي في هذه الرياضه بالتحديد؟ طبعا رياضه تسلق الجبال هي رياضه فريده من نوعها، تتطلب شجاعه واصرار وعزيمه غير الاستعدادات النفسية والبدنية، فيعني رياضة شاملة نفس ما تقولين حق كل شيء. فشيء ممتع يعني تخوضين هالتجارب في الجبال بعيد عن شوي السوشيال، يعني حب المغامرة، خاصة إن هناك ما في يعني واي فاي في كل الأماكن، فشوي تنقطعين تاخذين راحة من السوشيال ميديا. حلو. والأكل هناك دائما صحي، يعني ما في الأكل اللي ناكله هني، ف يعني تجربة ممتعة. حلو. طيب احنا اعتقد عندنا مجموعه من الصور شباب، ولا جاهزين الصور؟ طيب احنا قبل يوم كنا صغار لما كنا نتسلق لطوف، اي النزول كان وايد اصعب من الصعود بالنسبه لتسلق الجبال، شلون الوضع؟ طبعا شيء طبيعي ان في تسلق الجبال الصعود يكون وايد اصعب من النزول، بحكم ان انت تستعمل كل عضلات الجسم، وخاصه يعني النفسيه تكون ان انت ما تدري هل بتوصل قمه، هل ما بتوصل، هل بيعتفس الجو، هل ما بيعتفس، فكل هالاشياء تكون متداخله مع بعض، فيكون وتوصل لمرحله ان تكون مرهق بشكل مو طبيعي يعني.
ولكن النزول اخطر بحكم ان انت يعني رايح مع الجاذبيه، فاي مثلا خطوه خطا يعني في احتماليه انك تزلق وتطيح. وبعد انا في نقطه اشوفها يعني ان عقب في النزول انت تكون اوريدي وصلت القمه، فتكون شوي قل التركيز، فيكون قل التركيز والتعب زاد، ولازم تكون في النازلة أنت مركز في كل خطوة. حلو علي، أنت تكلمت شوي عطيتنا نبذة عن المخاطر اللي ممكن الواحد يواجهها من خلال هذه الرياضة. شنو الأساسيات اللي لازم تكون موجودة عند الشخص اللي مفكر يسوي هذه الرياضة؟ طبعا الاساسيات هو اكيد اول شيء الاستعدادات النفسيه والبدنيه، لازم يكون متوقع هو شنو بيواجه هناك، ما يروح هناك وينصدم. بس في جانب انا دائما اركز وياه وهي اكثر نقطه كان يعلمنا عليها الوالد واحنا صغار انا واخوي، انه لازم ابدا ما تستهزئ في الخطوره ولا تتحدى الطبيعه. حلو. لازم تكون هناك تحترم الجبل، يعني مثلا اذا خطر أو شيء ما تروح ما تجازف، لازم لأن دائما الكلمة الأخيرة بتكون للجبل. نعم. حكم. والاستماع إلى صوت الطبيعة يستاهل هالعنوة وهالمجازفة للأمانة، يعني صوت الطبيعة في النهاية هذا الصوت اللي يغسلنا من داخلنا. أسمع ترينا يلعب سلة في نادي المنامة، معلومة جديدة. لعب سلة. نعم. طبعا يعني متعدد المهارات، متعدد الهوايات مثل ما تفضلتي. طبعا هاي مو بس الهوايتين اللي عندي، انا لاعب سله نفس ما تفضلت ومتسلق جبال ايضا. نعم. وعداء ماراثون مسافات طويله، هلا بدايه السنه خلصت فل ماراثون ما شاء الله. وغواص عندي ليسن، سكوبا دايفر معتمد. وين تشوف روحك انت الحين؟ ولا بعد بتقولي هذا والله كلهم عيالي؟ لا والله كلهم يعني كلهم عيالك. في بعد فارس يعني ما في شيء مميز بالنسبه لك لقيت روحك فيه بشكل اكبر؟ اكيد يعني تسلق الجبال بالنسبه لي، تسلق يعني الجبال. كل هالرياضات اللي عدتها في ناس كثيره تشاركني في هالرياضات، اما تسلق الجبال ينعدون على صابع. لكن نتمنى يعني في السنوات القادمه نشوف الشباب البحرينيين يمارسون هواية تسلق الجبال ونشوفهم اكثر ان شاء الله. نرجع حق تسلق الجبال دام انه هو الهوايه الاقرب لقلبك. طبعا بالذات في اخر تجربه مثل ما قلنا ان انت سويتها بروحك وكنت يعني ما في احد معك. وقلت قبل شوي نقطه وايد مهمه، تبتعد عن السوشيال ميديا وعن التلفون وعن يعني في اشياء خلف الكواليس، المخاطر اللي خلف الكواليس. شلون مثلا في لحظات انت حاب توثقها في هذه الرحله او المرحله؟ كلمنا عن هذه الكواليس اكثر. طبعا خطوره الجبل خطوره بشكل مو طبيعي، يعني اول شيء غير التعب والاماكن الخطره وقله الاكسجين على هالارتفاعات والانهيارات الثلجيه المحتمله مع كل خطوه، هاي الشيء مو بيدنا، يعني مع كل خطوه في احتمال انه يصير انهيار ثلجي. ولكن في جانب اخر الناس يعني مو بواعيه عنه بشكل كبير، اللي هو الماونتن سيكنس او الالتيتيود سيكنس، وهاي يقدر يعني عقب ما تعدى حاجز 8000 قدم من سطح الارض في اي لحظه ممكن يصيدك اذا ما اخذت الاحتياطات. وهاي المرض جدا خطير يؤدي الى الوفاه، يعني ممكن وانت تكون راقد بسبب قله الضغط تقل الحيويه والتنفس فتتجمع سوائل الجسم في الرئه ويؤدي الى اختناقك وانت ما تحس يعني. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. طيب يعني انت اكيد تحتاج الى بيئه مشابهه يعني عشان تمارس فيها تدريباتك التحضيريه، يعني وين تدربت هنا في البحرين؟ طبعا في البحرين نفس ما الكل يدري مو عندنا لا جبال ولا شيء، ف يعني احاول انا قد ما اقدر ان امارس الرياضه بشكل طبيعي، يعني اللي هو الجري، واحاول اتسلق الحبال. احنا في بيتنا عندنا حبال مركب لنا الوالد، فكل يوم يعني طالع نازل على الحبل نغوي شوي اليد لان هناك نستعمل يعني مركز على الرياضات كبير. الهوائيه نعم يعني اي تقدر تقول كذا. حلو. في مراحل خلال الرحله نبي نتعرف عليها، هذه المراحل وش كثر تاخذ هذه الرحله منك؟ يعني مع هذا الانجاز اللي انت سويته كلمنا عن المراحل، عن المده الزمنيه اللي انت استغرقتها في اتمامها. طبعا اول مرحله هي مغامره بحد ذاتها، لازم تنزل في طياره
فأخطر مطار في العالم مطار لوكلا اللي هو بين الجبال يكون ورانوي 500 متر طوله فقط. فهاي أول مرحلة ومن هناك نبتدي كل يوم من الصبح للعصر وإحنا شايلين أغراضنا على ظهرنا وكل شيء نمشي يعني طبعاً نمشي أبهل نمشي من مكان لمكان 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 لين ما نوصل إلى قاعدة الجبل اللي إحنا ناويين نتسلقه. نعم. فهالمرة خذ لي يعني تقريباً أكثر من أسبوع عشان نوصل إلى قاعدة الجبل كل يوم من الصبح للعصر. وعقب ما نوصل لقاعدة الجبل يبتدي التسلق الحقيقي اللي المخاطرة الخطر الكبرى مثل ما يقولون. إيه. فمن هناك يعني على مدى يومين تقريبا نبتدي نسلق الجبل وفي الهاي كامب نقعد في الهاي كامب ايضا. زين احنا خلينا نشوف احنا يعني مجموعه من الصور او بعض الصور وبنعلق عليها. طيب الله علم البحرين طبعا شيء اساسي لازم في رمز طبعا اكيد كل مغامره اخوضها شيء اساسي انه يكون معي علم البحرين اهم كفو شيء. كفو عليك والله كفو عليك. هذه في نفس المكان صح؟ هاي في الغمه. نعم. طيب وهذه الصوره الثانيه هاي السنه اللي طافت جبل ايلاند بيك. أيه؟ لما كان عمري 15 سنه ونفس ما تشوف الانحدار يعني اللي هي حاد اللي مثبتني الكرامبونز اللي هو المسامير اللي في الجوت. زين وهذه الصوره ذكرتني بشيء بقوله بس ابي تعليقك عليها. اي هاي بعد ايضا في البدايه نفس ما تشوف الانحدار مو وايد شديد فهذه في بدايه الجبل لما نبتدي يعني خطوه بخطوه لانه هو الانحدار ما يكون سيده يعني خطوه بخطوه. عاده هذه المناطق فيها حيوانات مفترسه انتم ماخذين ذي بعين الاعتبار؟ طبعا هناك في الجبل ما في اي حيوان يعيش بسبب قله الاكسجين لكن تحت في حيوانات اللي هو حيوانات جبليه مو موجوده في كل مكان اللي هم اسمهم الياكس. اوكي. اي نفس تقريبا الثور لاقرون وكل شيء مفترسه. مو مفترس لا ما في بس في نمور وهالحق يقولون يعني بس انا ما قد شفت بعيني يعني وان شاء الله ما تشوفون ان شاء الله. زين علي شنو الجاي؟ خلصنا من اول رحله الرحلات الجايه وين بتكون؟ شنو مخطط حق الرحلات الجايه؟ طبعا انا اول ما ارجع البحرين ابتدي سيده اخطط حق الرحله القادمه وابتدي استعد واشوف الخيارات يعني من ناحيه الجبال اللي عندي. فحاليا يعني في بالي جبل اسمه ميرا بيك ايضا في نفس المنطقه كومبو على ارتفاع 6400 وشيء متر من سطح بعد بروحك ولا بيكون معك احد؟ الوالد يعني على حسب او على حسب الظروف يعني اذا الوالد بيشاركني او حمد اخوي بعد حمد اخوي متسلق وتسلق جبال قبلي يعني فنشوف السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله موفق. علي شكيب شكرا لانك موجود ويانا اليوم هنا. شكرا لك يعني كنموذج انت خلقت من نفسك نموذج بحريني مشرف ملهم. واحنا من خلال حلقات سابقه التقينا بعدد من المغامرين وعرفنا من خلالهم ان هناك الكثير من المغامرين البحرينيين. احنا دورنا ان احنا ندعمكم من خلال الاستضافه من خلال التواصل واحنا دائما متابعينكم طبعا اكيد. كل التوفيق لك ان شاء الله. شكرا والله يحفظك ويحميك. اشكركم على الاستضافه واستانست وايد معاكم اني اشارك معاكم التجربه اللي في جبال الهيمالايا. الله يسلمك. ان شاء الله بانتظار مغامراتك الجايه ان شاء الله علي. شاء الله. كل الشكر لك. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا يعني يمكن سمعنا وايد عن أهمية تدوير المواد البلاستيكية والورقية بس هل سمعتوا عن تدوير المواد الإلكترونية؟ يمكن طبعا الكثير من الناس ما يعرفون عن هالعملية شيء ولكن الأجهزة الإلكترونية يعني مهم ان احنا نعيد تدويرها ونستفيد منها بطرق ثانية. أكيد عصام موضوع حلو وشيق وعشان نتعرف أكثر عن أهمية تدوير الأجهزة الإلكترونية وطرق التخلص والاستفادة منها يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة عبير العبيد المتخصص في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وباحث في علوم البيانات. مساك الله بالخير ونورتينا. هلا مرحبا. نورتينا الله يسلمك. الله يسلمك. يعني بداية نعطي المشاهد فكرة عن عملية تدوير الأجهزة الإلكترونية شنو هي؟
الأجهزة الإلكترونية مقصود فيها قصدك المخلفات الإلكترونية أو المخلفات الإلكترونية. المخلفات الإلكترونية تشمل المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، سواء كانت صالحة للعمل مهملة أو لا تعمل، وممكن تكون أجهزة المنازل، الأجهزة الإلكترونية اللي نستخدمها في المنازل، ممكن اللي نستخدمها في المستشفيات الأجهزة الطبية، وممكن في الجامعات الأجهزة اللي نستخدمها حق عملية التعليم، والأجهزة المستخدمة في الأعمال اللي هي في القطاع الخاص، يعني مثل فاكس، القطاع العام، تلفون، ملحقات الأجهزة، فاكس، تلفون، الكماليات الخاصة بها، لوحات المفاتيح، المشغلات، MP3، DVD، هاي يعني تتراوح في الأحجام، من أحجام صغيرة لأحجام كبيرة، خصوصا أجهزة المنازل والأجهزة الطبية. جميل. والتلفونات والأجهزة المحمولة. حلو أستاذة، يمكن هاي الاهتمام شوي غريب على الناس أو جديد مثل ما قلنا في البداية، شلون اتجهتي له ومتى كان هاي الحب حق هذه المجال؟ يعني خلال السنتين اللي فاتوا بحكم تخصصي في علوم البيانات صرت أبحث في المواضيع اللي لها علاقة بالتطور التكنولوجي، وأربطها بمسألة جودة الحياة اللي إحنا يعني نطمح لها كلنا. جودة الحياة بتتناول مواضيع في الصحة، في التعليم، كبار السن، منازل الذكية، تمكين المرأة، مواضيع كثيرة. لمن وصلت لموضوع البيئة، موضوع البيئة بحد ذاته متشعب في التصحر، في الصيد الجائر، في التلوث، في الاستدامة. لمن وصلت لملف في المخلفات الإلكترونية واللي هو يعطيك الجانب السلبي لاستخدامنا للتكنولوجيا الحديثة، يعني هي لها جانب إيجابي احنا سعيدين فيه ومنطلقين، ولها إيجاب جانب سلبي من المخلفات الإلكترونية. أستاذ عبير، ليش في هالوقت تحديدا يعني صارت عملية تدوير الأجهزة الإلكترونية أو المخلفات الإلكترونية مثل ما تفضلتي صارت مهمة؟ يعني معنى الأجهزة موجودة يعني من قبل، يعني زاد في الفترة الأخيرة الاستهلاك العالمي للتكنولوجيا والتطور. لما تزيد مثلا، لما ينزل منتج جديد تواجه بالتوازي موجة من الأجهزة القديمة اللي بتصير مخلفات، فهذه الزيادة يعني في مؤشرات بدأوا يحسبونها من فترة طويلة، بس أذكر منها في 2014 كانت نسبة عالية تقريبا 44 مليون طن، بعدين ارتفعت في 2019 لتقريبا 53 مليون طن، بعدين في دراسة حديثة في 2023 تتوقع أنه بيوصل ل 74 طن مليون طن في 2030. والله قفزات يعني. اي نعم. وبالجهة المقابلة في معالجة وآمنة، ولكن النسبة كلش بسيطة لمعدل النمو في المخلفات الإلكترونية، يمكن توصل فقط ل 20%. يعني أستاذة عبير، على هذه الأعداد اللي قاعد تذكرينها أكيد في طرق مختلفة للتخلص من النفايات الإلكترونية، نبي نتكلم عن أهم هذه الطرق. خلنا نختار الجانب الفرد، يعني أنا كمستهلك. نعم. لأن طبعا بيختلف الجهة المصنعة غير، الموارد غير، احنا نختار اليوم اللي هو الفرد. فهو قدامه عدة طرق، ممكن يستخدم البيع، في ناس تحب تستخدم الأجهزة اللي هي مستخدمة، وممكن يتعامل مع المتاجر في اللي تبيع وتتعامل مع الأجهزة المستعملة، ممكن التبرع، يتجه للمنظمات الغير ربحية المرخصة مثلا أو الجمعيات الخيرية ويتبرع بالأجهزة، أو يتجه ل في بعض الشركات المصنعة تتفق مع الموردين. نعم. إن هي مستعدة لاستقبال الأجهزة المرجعة المعطلة وترجع للمصنع ويتم إعادة تدويرها. نعم. أو ممكن إنه هو يتجه إلى التخلص منها، ولكن التخلص الصحيح الآمن اللي هو في الحاويات المخصصة للمخلفات الإلكترونية والمرخصة. نعم. وما ينسى في عملية التخلص، سواء اختار أي طريقة من هاي الطرق، إنه يمسح بياناته الشخصية من الأجهزة. جميل. ويفضل بعد فصل البطاريات عن الجهاز. نعم. لأنها خطر. شلون إحنا نقدر نستثمر أو نستفيد من هذه المخلفات؟ مجال المخلفات الإلكترونية في الوقت الحاضر نقدر نشبهها، الاستثمار في المخلفات الإلكترونية نقدر نشبهها في الاستثمار في المناجم. المناجم يعني هي مصدر مورد اقتصادي كبير، تستخرج منه المواد الأولية والمعادن. نفس الشيء الحين الصناعة في المخلفات الإلكترونية ممكن تدر موارد اقتصادية هائلة
تعود بالنفع على المستثمر نفسه والمواطن والمملكة. يعني كعادة بيع أو تصنيع أو كاستفادة يعني؟ حتى المصانع اللي تمسك المخلفات الإلكترونية وتكون مرخصة وتفككها لمواد أولية وتعيد بيع المواد الأولية، هذه بعد جهة استثمارية مهمة، بس نعم. تحتاج تخصص، يعني مو أي مصنع ولا أي مركز نعم. تدوير يقوم بها. نعم. جميل. أستاذة تكلمتي قبل شوي أن في إيجابيات وفي سلبيات، نبي نذكر شوي السلبيات، يعني في حال ازدادت النفايات الإلكترونية على مستوى العالم شنو ممكن تسبب فيه؟ أول شيء يعني إذا تسمحين لي أقول شلون بتزيد، ليش بتزيد؟ نعم. أول شيء المواليد يزيدون، عدد السكان يزيد، فاستهلاكنا للمنتجات هذه الإلكترونية بيزيد. Yeah. ثاني شيء استهلاك الأجهزة هذه الإلكترونية، مثلا في جائحة كورونا صار الاستهلاك شديد حق الأجهزة الإلكترونية، صح؟ بحكم ان احنا موجودين في البيت. اي نعم. نعم. وتطور التكنولوجي، كل ما طلع جهاز جديد المواكبة المستمرة. وثاني شيء مثل ما يقولون المكانة الاجتماعية، لازم انا عندي جهاز احدث شيء. نعم. وفي شركات ما تراعي جودة المنتج، فنشتري مثلا جهاز مو ذا جودة عالية، فعمره الافتراضي يكون قصير بسرعة يخترب، فزيد نعم. المخلفات الإلكترونية. نعم. غير أن في دول اللي هي مكتظة سكانيا وما تتبع أي قوانين بخصوص تنظيم المخلفات الإلكترونية، ومخلفاتها كبيرة جدا، أكيد بتتجه يعني طرق اللي هي غير آمنة، بتسبب أن هي بتسبب للتلوث وتصاعد هذه الأبخرة السامة اللي ينقلها الهواء لآلاف الأميال، فهي بتوصل لمناطق ثانية آمنة تمتصها التربة، بيمتصها الماء، وهي دورة حياة معروفة، إذا امتصت التربة والماء أكيد نعم. بتأثر في تلوث، وإحنا نظن أنها آمنة وهي مو آمنة. أي نعم، فبتأثر النبات والحيوان فالإنسان، وبتسبب أمراض. نعم. نعم. شلون تقيسين الوعي أستاذة عبير، وعي الناس بعملية تدوير الأجهزة أو المخلفات الإلكترونية؟ والله في وعي، خلينا مثلا نضرب أمثلة، نشوف المدارس فيها وعي، وعلى مستوى مثلا تطرح مسابقات بين كذا مدرسة أو في ذات المدرسة بالتعاون مع شركات معروفة في البحرين بإشراف جهات معنية مختصة، فتحس أن مدارسنا بكل ليفلات مالت التعليم فيها وعي ومغطى بعد إعلاميا. وبعدين تشوف حتى تلفزيون البحرين وبرنامجنا اليوم نعم. برنامج مساء الخير، يعني مهتم في ملف المخلفات الإلكترونية طبعا. الجمعيات المرخصة في البحرين بعد إذا تشوفها تتابعها على السوشيال ميديا عندها وعي جدا، وتسوي حملات حق التوعية، يصفقون في الكنترول يسألون وبشكل عام المواطن البحريني عنده شو نقول مسؤولية شراء، يعني دائما يتجه لشراء الأجهزة اللي شركاتها تستخدم مواد صديقة للبيئة نعم. وبسهولة ممكن تدويرها، فنسميه احنا مثل ما يقولون السؤال الشراء المسؤول. نعم طبعا، اليوم بعد الفرد هو جزء من هذا المجتمع، ولازم نعم. من خلالكم طبعا ان نعلي حس المسؤولية عند كل شخص فينا. نعم استاذ عبير ما قصرتي. طبعا مشاهدينا كان موضوع شيق، تعرفنا من خلاله على أهم الطرق لتدوير الأجهزة والنفايات الإلكترونية. كل الشكر والتقدير لك أستاذ عبير العبيدلي، متخصص في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وباحث في علوم البيانات، كل الشكر لك. مشاهدينا فاصل وراجعين. شنو الهدف من وجودي في الحياة؟ بلا شك هالسؤال راود أغلبنا في مراحل كثيرة من حياتنا. هالسؤال ممكن يعني يدفعنا للسعي وراء أحلامنا وأهدافنا. السؤال هذه ممكن تكون إجابته في الكثير من الأحيان الشغف. صحيح عصام، لكن اليوم راح نوقف عند نقطة وايد مهمة. تخيل لو يكون الشغف
اللي تسعى له مساهم كبير في تدميرك، لكنك ما تشوف إلا رغبتك في هالسعي. خلونا نقترب من الموضوع في هالتقرير ونرجع لكم مع ضيفتنا في الاستديو. ما هو شغفك؟ في وقت من الأوقات كان هذا السؤال يحمل قيمته الإيجابية، ولكن بعد تكراره مؤخراً أخذ الشغف مساراً آخراً وظهر ما يعرف بالشغف المدمر. في عام 2003 وضع عالم النفس الكندي روبرت فاليراند تأطيراً مفاهيمياً كشف عن نوعين من الشغف: الشغف الممتع المتناغم مع كل جوانب الحياة، والشغف الهوسي المدمر الذي قد يؤدي لاضطرابات نفسية عديدة. في عام 2019 صدر أول كتاب أكاديمي حول الشغف بالعمل عن جامعة أوكسفورد لمجموعة من الباحثين. هذا الكتاب الذي كشف عن جوانب مظلمة للشغف المهني. في كتاب مفارقة الشغف لكل من براد ستولبرغ وستيف ماغنس، قيل أن أكثر من 78% من الناس يعتقدون أن السعادة تكمن في العثور على هواية أو عمل يمثل الشغف، ولا ينتبهون إلى الجوانب السلبية الناتجة من هذا التفكير المثالي. وفي خضم إيقاع الحياة السريع صرنا نلهث خلف أهدافنا، نضع الشغف في أعلى القائمة دون أن ننتبه للمتغيرات أو المخاطر التي قد نواجهها. دعونا نتعمق في هذا المفهوم مع الدكتورة دانيا كابلي. لحديث أكثر عن هالموضوع معنا في الاستديو طبعاً الدكتورة دانيا كابلي. طبعاً زميلتي أسماء كانت تقول هذه جوي، والله جونا كلنا يعني جو اللي في السوشيال ميديا كلهم يعني الموضوع وايد حلو صح. نعم يعني الشغف كمصطلح يعني شفناه يتردد كثيرا على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الشغف الشغف، وعادة ما يتم التركيز يعني على الجانب الإيجابي صحيح من هذا المصطلح، هو أكيد له جانب سلبي، ولكن يعني للأسف يعني مهمل احنا نقول وايد نبالغ في ذي الكلمة مع التركيز على الجانب الإيجابي. شلون تعلقين على ذي الكلام؟ طبعاً أولاً الموضوع جداً شيق وجديد. نعم. وفعلاً هو مصطلح يعني دارج، ولكن إحنا قبل ما ندخل في سلبيات وإيجابيات على طول إحنا دائماً نهاجم أي شيء إحنا يعني نحصل عليه أو نسمع عنه. نعم. ولكن أول شيء نفهم شنو هو الشغف أصلاً. صحيح. فأنا قلت لكم حسألكم سؤال ممكن مرة أنتوا حترت شنو أنتي دحين هل تتوقع اللي أنتي حالياً في أمام التلفزيون هذا شغف ولا مو شغف؟ هو شغف، أنا أشوف أنه هو شغف، لأنه كان حلمي من عمري 7 سنوات وعملت طوال هالسنوات عشان أوصل حق هذه الحلم. فمعناه أنه هو إيش؟ وصلت إلى مرحلة الإصرار. نعم. وأنت أخوي عصام؟ أنا التأثير بشكل عام، الأثر هذا هو اللي أنا مسكون فيه يعني، وأنا أعتقد أنه وصل إلى مرحلة الشغف يعني. ممتاز. فإحنا أصلاً كل واحد فينا في يعني شيء اسمه إلهام، اللي هو الشغف، الإصرار، حب الشيء، اللي هو طبعاً إحنا عندنا مدرسة فرويد في علم النفس، هو أصلاً وصفها لأنه هو أصلاً اللي اخترع التحليل النفسي، فقال الشغف هو الحب، الحب بكل أنواعه، لأن أي حاجة، هو ما قال الشغف، قال الحب. ليش؟ لأن أنت أي حاجة أنت تحبي حتحاولي توصلي له بأي طريقة، حتى لو الواحد يشوفه هو مستحيل في وجهة نظر الآخر، بس إذا هو واصل بقناعة أنه هذا راح يحبه أو حابب أنه هو يوصل له راح يوصل له. كلمة الشغف اللي هي إصرار على الشيء باللاوعي. حلو. زين. فدائماً إحنا نقول أن أنت لما توصل لمرحلة أنك توصل لهدف لازم يكون عندك الشغف. زين. نوضح في الشغلة إذا سمحتي لي دكتورة، يعني بمعنى كلامك ان في شيء اساسا موجود إلهام داخل في اللاوعي. أي. هو اللي يدفعني. صحيح. نحو جانب معين. اي مو انا الحين حاقول لك عليها الالهام الداخلي اللي هي احنا نقول عنها انواع اللي هو الشغف. احنا عندنا نوعين، النوع الشغف اللي هو التناغمي، انه انا يكون عندي حاجه احبها وحابه انا اوصل لها واصر عليها زين،
مهما كانت الظروف صعبة ولكن ما تؤثر على حياتي الآخر الـ 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 يعني الأشياء الحياتية الأخرى، الجوانب الأخرى أو الجوانب الأخرى. نعم. بالضبط. يعني في ناس تحدد هدف معين تنسى كل الجوانب اللي إحنا بنشوفها حالياً. واحد عنده حب الشغف في الرياضة تلاقيه نسى كل شيء حياته صبح ومساء وليل. عندك علاقات اجتماعية يقول لك لا، عندك تواصل اجتماعي عندك لا، كل حياته هذا. طبعا هذا احنا نقول عنه بعدين ندخل في الأشياء الثانية. يجي النوع الثاني والأهم والأخطر اللي هو الاستحواذي، الشغف الاستحواذي اللي هو أو الوسواسي. الاستحواذي انك انت تحاول الاستحواذي او احنا نقول الوسواسي من علم النفس. هذا شنو معناه؟ انك انت تصر على شيء وتفقد اللي هي المتعة فيه، انك توصل على تحب شيء. يعني مثلا احنا نقول الحب أعمى، هذه مصطلح هاجس اكثر هاجس بالضبط. نعم. ويصير عندك شيء انك انت تسوي مخاطر عليه، ممكن انت يعني تسبب مشاكل ويا الاخرين، تسبب مشاكل انك تورط اخرين، انك انت تفقد التواصل مع الاخرين عشان توصل لهذا الهدف او الحب او الشغف اللي انت حابب توصل له. وهذا طبعا من الاشياء الخطيره اللي احنا راح نتناقش فيها طبعا في خلال اثناء الحلقه، ان هي شنو مخاطرها وشنو الاشياء اللي ممكن احنا راح تاثر عليها. فالمفروض عشان ما تقاطعني عصام عندك سؤال، المفروض اصلا هو كل انسان طبيعي ملهم عنده حالة شغف. نعم. تكون إيجابية، تكون دافعية، وتكون وأكون إبداعية. وأكون أنا متحكم بالعقل اللاواعي بطريقة سليمة. بالضبط. أي إنسان عنده طموح لازم يكون عنده شغف، ما يحد يوصل لشيء بدون شغف. جميل. طبعاً دكتورة اليوم في ظاهرة سلبية تسمى الإيجابية السامة اللي يروج لها بعض المعنيين في هذا المجال، ما مدى علاقتها بالشغف الخاطئ مثل ما ذكرتي؟ طيب احنا طبعا هاي مصطلحات اعلاميه. نعم. زين لو احنا نجي نحولها الى مصطلحاتنا العلميه، لكل شيء له ايجابيات وسلبيات. زين الشغف من اهمها الوصول للهدف. زين اللي انت قلتي ايجابيه وسامه. نعم. من الاشياء الثانيه كمان واللي هي اهم ان هي تحدد هويه الفرد. نعم. تحدد اللي هي شخصيته الحقيقيه. زين لانه اي انسان انا بقول لك ممكن انا يكون عندي هدف كثير. مثلا احنا عندنا عالم مثلا تبغى توصل ان تكون طبيبه، صح؟ نعم. في ناس تحصل الطب وتخلص وتدرس وتشتغل، وفي ناس لا لحد اليوم زين هم بيحاولوا ان هم يوصلوا لاشياء وابحاث بشكل شغف مو طبيعي، ان هم يوصلوا يعني اعلى شيء بدون اكتفاء. بدون اكتفاء بدليل. نعم. فريق البحرين الله. نعم. يعني قويهم الله في ايام جائحه كورونا شنو سووا؟ العالم في يعني بتحاول تغلق وممنوع وما في سوشيال ميديا ما في تواصل، ولكن طلعوا بابحاث. نعم. يعني هذا شغف. ليه؟ شغف في الطب، شغف في الحب، ان هم يوصلوا. نعم. انه هي توصل ان هم يوصلوا كفرد ويوصلوا البلد في 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 مرحله معينه من التطور. نعم. لان هذا الشيء هذا احنا نقول عنه الشغف التناغمي. نعم. ان انا افيد واوصل وافيد اللي حوالين ان هم يوصلوا واكون سفير نفسي بطريقه صحيحه. بالضبط. وسليمه. بالضبط. يعني هذا. نعم. هدول فريق البحرين قديش عانوا، واكيد انتم من الناس اللي كمان عانت. نعم. ان هي ما كانت كل شيء كان متاح بالنسبه لهم، بس في النهايه وصلوا. صحيح. وصلوا الاشياء يعني عالميه احنا نحطينا فيها في فريق. نعم. البحرين. نعم. نعم. طيب نطلب طلب، خلينا نمارس شغفنا دكتورة، احنا شغوفين بمهنتنا، بالتالي نبحث عن المعلومة احنا ونحاول. صح. ان احنا نوضحها، نحاول ان احنا نبسطها ايضا حتى اذا كان شوي طرح نخبة وكذا، فنسأل بدافع التوضيح. صح. بدافع التبسيط وبدافع شغفنا اكيد حق مهنتنا. صح. دكتورة دانيا، متى يتحول الشغف الى هوس؟ اللي هو لما يوصل باللاوعي. يعني مثلا عندك هوس الأكل، عندك هوس الرياضة، عندك هوس التسوق. إنزين هل أنت تقدر هوس السفر؟ يعني أنا أعرف ناس بتسافر بلا معنى، بس هدفي إني أنا أسافر وأدفع وأخسر، بس إني أنا أقول إن أنا مسافرة. هذا سلبي، أنت بتوصل لشيء ما له معنى بس انك ترضي ذاتك. ولكن في ناس عندها شغف انها تسافر، بتلاقي بتعمل كتيبات وتعمل مراجع وبتعمل اشياء بتفيد فيها ذاتها. صحيح. والاخرين. نعم. انه فعلا انا احولك معايا في الشغف مالي واوريك انا فين رحت وفين جيت في كل، يعني زي دحين الموضوع مال الشغف اللي انتم طرحتوه،
هذا شغف للوصول لمعلومة جديدة. نعم. لو احنا مثلا نقول والله احنا يعني الدليل انه التلفزيون بدا يتطور لاشياء جديده، صار عندها شغف تبحث عن المعلومه الجديده اللي يتحدث عنها الجمهور، ما بيتحدثوا عن احنا ما نقدر المجتمع الحالي. نعم. احنا بنخاطب الجمهور لانه احنا جزء من هذا الجمهور، فهذا واحنا جزء من هذا الشغف. نعم. طبعا دكتوره اكيد مرت عليك حالات كثيره وعانت أو تضررت من هذا الشغف السلبي، مثل ما نقول هو شغف لازم يكون موجود ولكن لازم يكون بطريقة سليمة وصحيحة عشان الإنسان يحافظ على صحته النفسية وحياته الاجتماعية. فأعطينا بعض النماذج اللي مرت عليك. إنزين، أكثر حاجة ممكن إحنا نقول عنها ونخاطب فيها المجتمع سوشيال ميديا. نعم. صار عندهم الشغف اللي هي مثلاً متابعة التيك توك والأفلام والبرامج، وهذا الشغف إنه هو طول الوقت بيمسك التليفون، ولكن إحنا بنسمع قضايا كثيرة فيها مخاطر، إلا حالة تشنج ولا حالة صرع ولا حالة توفى ولا حالة في أشياء أدت إلى انتهاك في الأسرة، انتهاك في التعليم، ما صار في ناس عندها نضج فكري أو اجتماعي مع المجتمع، هذه كلها يعتبروها شغف سلبي لأنها أصبحت يعني وصول لهدف ما له معنى. نعم. أو هدف ما له هدف، يعني ما له شيء ممكن يفيد فيه الآخرين أو يفيد فيه ذاته. فدائما إحنا نقول هذه الأنواع اللي مثل ما أنت تفضلتي وقلتي إنه إحنا نقول عنها سلبية، دائما إحنا لما نحط الهدف لازم إحنا نختار الأدوات المساعدة اللي ممكن تساعدني في تحقيق هذا الشغف. والطريق لأن انت السليم. بروحك. نعم. انت بروحك ما تقدر تحقق. في ناس مثلا عندها شغف السلطه، حابه ان هي توصل للسلطه باي طريقه. إنزين، انت قبل ما توصل للسلطه انت شنو المهارات او الهوايات المقومات. او المقومات او الدافعيات او العلم اللي عندك ممكن يوصلك للسلطه؟ اي انسان يطالع فوق مره واحده إنزين بس بهدف ان انا ارضي فيها الأنا أو يعني السوبر إيجو اللي موجود عندك، هذا شغف إحنا نقول عنه الاستحواذي، أو إنك أنت تعمد، إحنا نقول تعمد عندك الوعي. إنزين، أيوة الوعي عندك غاب، صار عندك باللاوعي أنا أوصل لشيء ممكن تقتحم فيه. كثير ناس في عندنا مشاكل الحين، مشاكل الطلاق، مشاكل الارتباط، مشاكل الأطفال، في ناس عندها يعني الشغف إن هي توصل أولادها لأعلى شيء من المعايير. إنزين، بس هذا مو صح إنك أنت توصلهم. لازم إحنا نعيش الواقع ونعيش جزء من هذا المجتمع عشان إحنا نقدر نكون نفيد ونستفيد. يعني الإيجو دكتورة وايد مهم. هو أنا بقول معلومة ما أعرف إذا هي صحيحة 100%. الإيجو كل ما ارتفع كل ما نزل الإنسان. هاي أنا سمعتها في علم النفس، بس يعني في أقوال مختلفة. صحيح. إحنا نقول ما ينزل الإنسان، لا، يتقل تحقيق أهدافه. نعم. يعني عرفتي شلون؟ نعم. يعني مثلا انا دكتوره ابغى اصير اعلاميه، زين ممكن بس ما هو في خطي. نعم. يعني ما هو في دربي، صح ولا لا؟ بس الانسان دائما يكون انه هو تكون الانا اللي هي انا مع السوبر انا يعني او السوبر ايجو اللي هو الانا العليا. نعم. زين، لازم تكون متناغمه عشان يكون أنا الشغف اللي عندي يكون متوازن. لأن كثير. نعم. من الأسباب أو الأشياء اللي إحنا بنتعرض لها في عيادات النفسية شنو؟ إن الاكتئاب، الانتحار، إنزين، الأمراض اللي هي المزمنة مثل الأمراض الذهان، هذه كلها من الاضطرابات اللي إحنا ممكن تجينا تكون سببها شغف. ليش؟ لأن أنا حابب أنا أوصل لشيء. مثلاً الطلاق، أنا أحس إنه هو متأمل حاجة كبيرة عند الزوجة، إنزين، وشايف فيها كل شيء أنت بنيتها، أنت اللي حسيت بهذا الشغف في مخيلتك، ولكن الواقع ما هو كذي. لأن في أنت لما بتعمل هدف أنت مو بروحك راح تنفذه، في أطراف ثانية، لأنك أنت حتكون جزء من هذا المجتمع، والمجتمع إذا ما ساعدك حتفضل تحارب وتقاتل بروحك لما أنت اللي تحبط. في ناس توصل، إنزين، كثير من أنا الشخصيات شفتها وصلت، بالذات الناس اللي تبي توصل للسلطه، تبي توصل للعلم او شهاده معينه، اقول لها استفدتي منها؟ تقول لي لا، بس انا ارضيت غروري اني انا وصلت. اذا ليش ما تستفيدي فيها؟ ليه؟ لانه كان الهدف من هذا الشغف فقط استحواذي. اذا لما تقول انا ابغى اشتري بيت وابغى احلى شيء وافخم شيء، اذا جلست في البيت شنو سويت؟ ما عندي فلوس، انفقرت، لاني انا ما كان فكرتي اني انا اوصل للشيء اللي استمتع فيه. صحيح. بالشغف. نعم. اللي انا ابغاه، لا، فقط اني يعني انا ارضي غروري فقط. يعني هو في النهايه انت لازم تكون عندك الاسباب.
الأسباب اللي تخليك أنت تبدع في تجسيد هذا الشغف أو في الوصول له أولاً صح إلى الشغف ومن ثم تجسيده ويعني مشاركته مع الآخرين طبعاً أكيد يعني مشاركته طبعاً التأثير هنا نتكلم عن الأثر يعني صح في النهاية صح إذا ما كانت عندك هذه الأسباب فهو استحواذ هذا استحواذ كثير حاليا فعلا الحين احنا في الاشياء اللي احنا بنعيشها حتى مثلا تقول لك انت شنو ناوي فين تروح تسافر مثلا زين يقول لك مسافر زين ليش ما تبي تتحكى لانه هو عنده حاسس انه انا هذا الشيء انا بروحي انا اوصل له ما حد يقدر يوصل له فهذا بعد من الشغف الداخلي اللي استحواذي ما طيب بالنسبه حق الهوس انا ارجع مره ثانيه حق الهوس لانه جانب مهم يعني احنا لان اليوم مثل ما ذكرنا لكم مشاهدينا دائما التركيز على الجوانب الايجابيه احنا اليوم نحقق هذا التوازن مثل ما قالت انا زميلتي العزيزه اسماء ان احنا نكون متوازنين في الطرح خصوصا فيما يتعلق بهذا المصطلح الاضطرابات اللي قد تنتج عن الهوس المرتبط بالشغف او عندما انا قلت لك اياها اللي هي مرتبطه اعرف الهوس انا في مرحله اني انا افقد الوعي الهوس اني انا اوصل لشيء بدون وعي فهذا شنو راح يسوي لي راح يسوي لي اضطرابات نفسيه انا راح يسبب لي اكتئاب انا حيزيد عندي القلق انا حيصير عندي عدم انتاجيه اصلا انزين انا حيصير عندي مشاكل اجتماعيه انا عندي حيكون مشاكل بيئيه اني انا ما حقدر انتج دائما الانسان اللي عنده شغف منتهي بالهوس فهذا تحول الى اضطراب نفسي هو كان الشغف هذا اللي بغيته من السؤال دكتورة يعني أنت اللي تكلمت الآن هي تداعيات طيب بس الاضطرابات في شنو تتمثل يعني حتى كتعامل أنا اليوم كبشر كإنسان موجود في المجتمع اليوم الاضطرابات اللي بتكون باينة علي أنا مضطرب نفسيا أنت حتحس أنك أنت مو مستقر لما أنت تجي تسأله سؤال معين ما يقدر يجاوبك على 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 سؤال على سؤاله تقول له حدد مثلا شنو المهام المطلوبة من عندك ما يقدر يحدد لك هو حاليا مو مشتت هو محدد فكرة معينة ما يبغى يتشتت ما يبغى ما يبغى يشوف هو في فرق ما بين إن أنا أكون مشتتة بجميع أفكار هذا مو شغف الشغف تحديد فكرة معينة والحب والوصول إليها نرجع لأنواع الشغف اللي هي التناغمي والوسواسي الوسواس اللي هي مرتبطة أو الشغف الاستحواذي الوسواسي المنتهية بالهوس اللي إحنا تحكينا عنها حلو دكتورة اليوم مثل ما ذكرنا ان احنا ما نبي بس نطرح المشكلة او ان اعراض المشكلة نبي نوعي الناس ايضا من جانب اخر شلون نحقق التوازن في حياتنا ونخليها تمشي بطريقة سليمة وصحية في نفس الوقت احنا نحقق احلامنا ولكن بدون اي سلبيات او تداعيات ممكن ان نحصل عليها بعد مرور سنوات طويلة ممتاز سؤال مهم وفعلا حاليا احنا مع التطور اللي موجود حاليا وبشكل سريع وملحوظ والتداخل السريع من السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي والامور الالكترونيه هذه اصبحت الحين مؤثر علينا اكثر من وجود الشخصيات الحقيقيه والواقعيه فاحنا المفروض نتماشى مع الشغف مالنا بتحديد فكره معينه مدى تحقيقها وتاثيرها الشخصي وعلى المجتمع ما هي الوسائل والعوامل اللي راح تساعدني في هذا الشغف؟ أوكي؟ هل هذا الفكرة أو الشغف اللي أنا حابة أوصل له واقعي ولا غير واقعي؟ لأنه في ناس بتحاول إن هي توصل لأحلام أو نقول عنها الفانتزا إنه هو يتفانتز على شيء غير واقعي أو هو عنده شغف حب في إصرار على شيء مو ممكن تحقيقه عشان لا نوصل للمراحل السلبية فدائما الشغف هي حاجة إيجابية وحاجة مهمة جدا إن كل فرد مفروض يكون عندنا حتى أطفالنا من يوم ما هو يبدأ يكبر وينمو لازم أنا أزرع فيه الشغف إني أنا أشوف أي حاجة هو يحبها إنزين وأنا أنا أنمي فيها ما يصير أنا أمنعه من شيء إذا أنا من النوع اللي أنا مراقبة هذا السلوك وبأدعم هذا السلوك حيوصل إلين ما يكبر لأنه في ناس تقول لك أنا كنت أتمنى إني أكون طبيبة أتمنى أكون مهندسة هذا الشغف الداخلي اللي ما حد قدر ينميه من منذ طفولته بس لما أنت تشوفي ناس واصلة وناجحة هتلاقي إنه هي منذ طفولتها والأسرة جالسة تنمي وتعزز هذا الشغف الداخلي في كل إنسان كفيت وفيت الله يسلمك الله يخليك الله يسلمك إن شاء الله يعني هو موضوع كبير وحلو وفعلا أنا صار عندي شغف إني أتكلم عن الشغف جميل شكرا دكتورة نورتينا الله يسلمك ما قصرتي شكرا لك
احنا مع هالفقرة مشاهدينا وصلنا اكيد لنهاية حلقة اليوم. ان شاء الله كانت حلقة ممتعة وخفيفة ومفيدة في نفس الوقت بالنسبة لكم مشاهدينا. مشاهدينا يجدد لقائنا معاكم باكر بنفس الموعد. مع السلامة. في امان الله.